حدثت قصتنا في نقطة بارو في ألاسكا عام 1897 في ذروة موسم صيد الحيتام. كانت السفن المكتظة بالرجال تجوب مياه القطب الشمالي الباردة آملين تحقيق ثروة كبيرة. كان عملهم سلسا ومريحا عموما، ولكن الأمور سارت على نحو مروع هذه المرة. في سبتمبر من العام ذاته علقت 8 سفن بشكل خطير في أقصى الشمال. كان شتاء العام قاسيا على نحو غير معتاد. جمد البرد القارس البحار وشل الجليد حركة السفن بالكامل ولم يرحمها، انغرس فيها وأعاق تقدمها، وكانت هياكل السفن تنحني من شدة الضغط الواقع عليها منه. 265 من صائدي الحيتان علقوا وسط هذه الصحراء الجليدية الشاسعة في سفن معرضة للسحق والتدمير، وفي أجواء تسودها الرياح الباردة التي تعصف بلا هوادة. كان مقياس الحرارة يشير إلى سالب 45 درجة مئوية، ومهما ارتدى البحارة من ثياب ظل البرد قادرا على التخلل إلى عظامهم. كان جليا أن عليهم الخروج من هذا المأزق، لكن لم يكن بوسعهم رؤية شيء سوى الجليد الذي يحيط بهم من كل الجهات. السبيل الوحيد للنجاة هو انتظار قدوم المساعدة. كانوا يعلمون أن المخزون الذي بحوزتهم يكفيهم حتى يناير، هذه 4 أشهر فقط، ولكن النجدة في الطريق. في نوفمبر أبحرت سفينة الإنقاذ SS بير من بورت تاونساند في واشنطن، واتجهت شمالا قدر المستطاع، لكنها لم تستطع الوصول إلى السفن العالقة نظرا لامتداد الجليد السميك لآلاف الكيلومترات. هذا ما دفع قبطان السفينة للرسو في كيب فانكوفر وإرسال فريق إنقاذه. يمكن للفريق الصغير الوصول إلى المكان سيرا على الأقدام وتزويد السفن العالقة بالإمدادات. مضى الفريق بقيادة الملازم الأول ديفيد جارفيس، وكان نائبه الملازم الثاني إلسوورث بيرثولف، كما رافقهم سامويل كول وهو جراح متمرس يعمل على متن السفينة ليقوم بفحص الوضع الصحي لصائدي الحيتان المحاصرين. لن يقوم هؤلاء الأبطال الثلاثة برحلة 2400 كيلومتر بمفردهم، لقد استعانوا بمساعدة رعاة غزلان الرنة، كما دعموا الفريق بمواطنين ملمين بكيفية البقاء على قيد الحياة في هذه الأجواء الجنونية. مزودين بالزلاجات والكلاب وأحذية الثلج، انطلقوا في رحلتهم الطويلة والشاقة. حاول الفريق التحرك بسرعة، ولكن درجة الحرارة التي وصلت سالب 50 مئوية والتضاريس الوعرة أدت لإبطاء تحركهم. من حسن حظ فريق جارفيس أن السكان المحليين أحسنوا ضيافتهم بكل ما للكلمة من معنى، فقد دعوهم إلى كل منزل من منازلهم من أجل الراحة وشحن طاقتهم. نظرا لضرورة الإسراع في إنجاز هذه المهمة، شعرت كلاب الزلاجات بالتعب بسرعة، وبعد 600 كيلومتر، أي ربع مسافة الرحلة، كانت منهكة تماما. وصف ديفيد جارفيس في مذكراته كيف أنهم قضوا 21 يوما من الحركة المتواصلة لم يتخللها سوى يوم راحة واحد فقط. كانت أقدام الكلاب قد تأذت من الجليد والثلج، واحتاجت لأسبوع حتى تتعافى، لكن لم يكن لدى جارفيس كل هذا الوقت. ورغم شعوره بالأسف للتخلي عن أفضل الكلاب في ألاسكا، إلا أنه كان مضطرا لمواصلة المسير بدونها. كان الوقت ينفد، ومعه ينفد مخزون المؤن عند العالقين. كانوا في صحراء متجمدة، ولم يكن لديهم سوى شرارة أمل صغيرة تمنح قلوبهم الدفء. كان أعضاء فريق الإنقاذ على دراية بذلك، وحاولوا التقدم بأسرع ما يمكنهم، وتمكن جارفيس في الطريق من جمع حوالي 450 حيوان رنة من قطعان مختلفة. لكن الأمر لم يكن بهذه البساطة، كانت هذه الحيوانات كالذهب لسكان الأصليين، وبالطبع لا يمكنهم التخلي عنها للغرباء. رفض تشارلي أرتيس ترالوك وهو مواطن من ألاسكا الفكرة في البداية، ولكن جارفيس وضح أنه يريد حلا سلميا لهذه المشكلة، وأخبر تشارلي بأن هذا القطيع قادر على إنقاذ حياة مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل. حينها لم يوافق أرتيس ترالوك عن التخلي عن بعض الغزلان فقط، بل تطوع للانضمام إلى فريق الإنقاذ أيضا، كما قرر أشخاص آخرون التخلي عن حيواناتهم وعرضوا المساعدة على جارفيس. كانت حيوانات الرنة بالغة الأهمية في هذه العملية، لقد شكلت مصدرا للطعام، وكانت قادرة على جر الزلاجات وما عليها من مؤن.
قام فريق الإنقاذ بتكوين ما يشبه قطاراً من الغزلان وساروا به عبر سهول ألاسكا المغطاة بالثلوج. لم تكن قيادة هذا القطار مهمة سهلة. دون جارفيس في مذكراته أن الغزلان كانت تتحرك بسرعة. إذا لم يكن لدى أحدهم الوقت للقفز على الزلاجة أو الإمساك بها فقد يضيع الفريق أو يحدث له ما هو أسوأ كأن يسحب على الثلج. في 29 من مارس عام 1898 أي بعد 4 أشهر و2414 كيلومتر وصل الفريق أخيرا إلى نقطة بارو. تمكن جارفيس من إيصال حوالي 382 حيوان رنة لصائدي الحيتان ولم يفقد إلا 66 فقط. وفي الحال ودون هدر للوقت بدأ الطبيب كول بفحص البحارة الجائعين، لكن ما رآه كان مقلقا. بعد أن كانوا رجالا أشداء يتمتعون بالصحة والقوة أصبحوا الآن أشباه أشباح وكأنهم هياكل عظمية. كان على صائدي الحيتان الاقتصاد في الأكل حتى يدوم الطعام كل هذه الشهور. حرص الملازم أول جارفيس على إطعامهم فورا، لكنه طلب منهم أيضا القيام ببعض التمارين لتسريع شفائهم. أما السفن فلم يكن بالإمكان فعل شيء لها، لقد كانت عالقة في الجليد ويستحيل تحريكها ولو لبوصة واحدة. لم يتمكن نصف أسطول صائدي الحيتان من النجاة، لكن العمل البطولي لفريق الإنقاذ كان كفيلا بإنقاذ البقية. في أوائل شهر يوليو عندما بدأ الجليد في الذوبان تمكنت أخيرا سفينة بير من الوصول إلى نقطة بارو. وبعد عدة أشهر تمكن ديفيد جارفيس أخيرا من الانضمام إلى طاقمه. أعرب 97 صياد حيتان عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم على متن سفينة بير وصعدوا على متنها، لكن طريق العودة للجنوب كان مسدودا بالجليد وظل كذلك حتى منتصف أغسطس. حينها فقط تمكن البحارة المساكين من مغادرة مياه ألاسكا الباردة والقاسية. لا شك أن فريق الإنقاذ أظهر بطولة حقيقية في التغلب على هذا الطريق الطويل والعسير لإنقاذ حياة أشخاص آخرين. ولم يمر هذا العمل البطولي مرور الكرام، فقد حصل الملازم أول ديفيد جارفيس ورفاقه على ميداليات الشرف الذهبية على بطولتهم. ليس هذا فحسب، تم أيضا تخصيص 2500 دولار كتعويض لرعاة الرنة والسكان الأصليين الذين ساعدوا فريق الإنقاذ في مسعاهم. لكن صائدي الحيتان لم يكونوا أول من حوصر في جليد القطب الشمالي الخطير ولا آخرهم. في يونيو 1871 أسطول من 40 سفينة يهدف للبحث عن الحيتان مقوسة الرأس قبالة سواحل ألاسكا وقع في الوضع ذاته. غيرت الريح فجأة اتجاهها المعتاد وبدأت بدفع الجليد نحو السفن. تمكنت 7 سفن من التحرك جنوبا والهرب، فيما حوصرت 33 سفينة في الجليد. في منتصف سبتمبر قرر طاقم الأسطول بأكمله مغادرة السفن. استقل 1219 شخصا قوارب نجاة صغيرة وأخذوا معهم طعاما يكفي لثلاثة أشهر. أبحر صائدو الحيتان مسافة 113 كيلومتر في المياه الباردة حتى تم إنقاذهم في النهاية بواسطة السفن التي تمكنت من الهرب من هذا الفخ المتجمد. في سبيل استيعاب أكثر من 1000 شخص على متن هذه السفن اضطرت الطواقم لإلقاء المعدات وكل ما تم صيده في موسم صيد الحيتان في البحر، مما أدى إلى خسارة تقدر بمقاييس اليوم ب34 مليون دولار. تحطمت وغرقت جميع السفن التي كانت عالقة في الجليد باستثناء واحدة، وهذا تذكير للإنسان بأنه ضعيف أمام جبروت الطبيعة.